قمنا بها حضارة عنوان تسليم. وجوه وجوه وجوه، جنسيات مختلفة، لغة مختلفة، عادات غير مألوفة. يا الله، ما هذا؟ أهذا خلقك من كل أنحاء الكرة الأرضية؟ لم أتخيل في يوم من الأيام أن أرى مثل تلك الوجوه. غرباء، كلنا غرباء، لا تجمعنا لغة ولا دين، بل جمعتنا المحبة لبعضنا في بلد بعيد. يأتيه الناس من كل مكان، هربا من كل الأشياء وأبسط الأشياء. لماذا الخلق في بلاد أخرى يعيشون متقوقعين، لا ينظرون أمامهم، فقط يخفون أبصارهم إلى ما وراء الستار؟ أصبح العالم كقرية صغيرة، وما زالت عقول البعض كما هي. يدعي البعض أنهم يفهمون الأمور، ولكن عندما تكون القضية قضيته يتهرب من الأشياء بحجة أن لا دخل له. ومن السبب؟ ولمن يعود؟ ومن يحل القضية؟ وإلى متى نظل على ذلك الحال؟ لا نعرف لمن نوجه التهم. هل نبقى تائهين في بحر من الظلمات؟ لا نعي سوى وضع التهم على من سبقونا، فهم الرجعيون، وهم الذين فعلوا كذا وكذا، ونحن لا ذنب لنا سوى وضع الملامة على الآخرين، وكأننا نحن ملائكة من السماء، ونعود نقلد الآخرين الذين ننتقدهم، ولا شعوريا نكرر ما كانوا يفعلونه منذ الخليقة. لما هذا الظلم لبعضنا البعض؟ كفانا عقلية المستبد الجاهل بأمور الحياة، كفانا جهلا وتمسكا بما يسمونه العادات والتقاليد، كفانا ما ورثناه من عقليات جاهلة. لماذا علينا الإصرار والإصرار كأن ذلك موروث قيم أخذناه من عقول النيرة؟ معذرة، ما هذا التخلف والرجعية التي تختلج عقولنا؟ لما هذا التزمت والتخلف في العقول؟ من سيقبل تلك العقلية؟ مضى زمن التخلف. أفيقوا يا من تعيشون في عالم وصل إلى القمر. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أولاد الحياة، كما يقول جبران خليل جبران. رب أولادكم كما يريدون أن يكونوا، وليس أنتم كما تريدون. ولدك غيرك ولست أنت. اتركه يفهم الحياة كما هو يراها وليس كما تراها أنت. ثبت خطاه واتركه يعارك الحياة، هو ليس أنت وأنت ليس هو. كل له كيان وله أسلوب في الحياة، عليه اكتشاف الأمور بنظرته هو وتفكيره هو. لا تظن أنك أفضل منه وتدرك أفضل منه، ولا تجعله يقلدك، ولا تظن أن تربيتك هي الأفضل. دعه يكتشف الحياة بأسلوبه الخاص ومفهومه الخاص، لا تجعله يعيش في جلبابك، بل أخرجه منه. قصة تسليم من سلسلة قصص حياة بقلم نبيها حدارة. هذه القصة أحببت أن أعرضها لكم عن رؤيتي عن الناس الذين يعيشون في أستراليا. تسليم لكل الأمور، هناك وجوه عديدة، جنسيات مختلفة يعيشون مع بعضهم. بعض الناس ما زالوا يعيشون متقوقعين، ولكن نحن لا نريد لبلد أستراليا متعدد الحضارة أن الناس يعيشون حدا لوحدهم. نحن نريدهم أن يكونوا متكاتفين مع بعضهم، يحبون بعضهم. لا نريد في هذا البلد الأمين الآمن السالم أن يعيش أهله في تقوقع كما ذكرت. لا تسلمون للأمور، هناك أمور جيدة جميلة في أستراليا يجب أن نعيشها، يجب أن نتعرف على الآخر، ثقافته، حضارته، تراثه، كل شيء له، كما يجب أن نعرف عن ثقافتنا وحضارتنا لهم. هم أيضا يجب أن نشاركهم بأفراحهم وأحزانهم وثقافتهم وأدبهم وفكرهم وفنهم بلغتهم. يجب أن نتكلم اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية تجمعنا في بلد أستراليا، ويجب أن نتكلم اللغة الإنجليزية مع الجاليات الأخرى، الجنسيات الأخرى، لنفهم عليهم ويفهموا علينا. هكذا أستراليا، نحبك.